السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم مع فيديو جديد مع نهار جديد. كما تعرفوا ديما اريكم هذا الجديد. اليوم جبت لكم مع فيديو جديد اللي غادي نعطيكم فيه دي فورماسيون. ماغاديش نعطيكم ماشي فلوق، ولكن غادي نعطيكم فورماسيون ومعلومات اللي غتستافدوا منها بزاف في المستقبل ان شاء الله. فخليكم معايا ما تزابيوش، قبل ما تفرجوا الفيديو ضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، واللي مازال ما تابوناش يتابونا عندنا وديروا جيم وبارطاج مع لي زامي ديالكم باش يستافدوا تاهما من هذه المعلومات هذه، وتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا مزيان ان شاء الله في المستقبل الى بغيتوا تجيو الامارات. يلا اتو تالو. فوالا الاخوان، كما قلت لكم ان شاء الله غادي نعطيكم دي فورماسيون، نعطيكم دي معلومات ان شاء الله تستافدوا منها ان شاء الله في المستقبل. الناس اللي باغا تجي الامارات، الناس الاخوان اللي بغات تجي الامارات، كما تعرفوا انه كاين بزاف ديال البطاله في المغرب، كاين بزاف ديال الناس اللي محتاجين بغا يخرجوا بغا يخدموا باي طريقه بغا يخرجوا من المغرب. كاينين بزاف كما تعرفوا الوضعيه مزريه بزاف، والناس تتقلب باش تخرج من المغرب باي طريقه. كاين اللي ما تقدرش مسكين يسافر لاوروب، تلقى انه الحل الوحيد هو يجي للخليج. تتعرفوا الناس بزاف تتصيد، الناس بزاف تتمشي تتقلب على دي كونطرا باش تشري دي كونطرا، انها تشري كونطرا باش تجي للخليج، انها باش تجي الامارات. كاين ناس بزاف تينصبوا عليهم، تيشريو دي كونطرا بفلوس يعني غاليه، تشريها ب 3 مليون 2 مليون 4 مليون. انه تنصحهم هاد الناس هادو يبعدوا على هاد الناس هادو، وما يمشيوش لعندهم، لانه بزاف بزاف الناس تيتصيدوا تيشريو عندهم دي كونطرا، تيجيو لهنايا الامارات وتيتزرفوا، تيصدقوا انهم ما تلقاوش الخدمه، تيكون غير تكذبوا عليهم، تيجيو لهنايا تيتزرفوا، تبقى تشردوا هنا تكرفصوا هنايا. الو كيما عرفتوا الغربه راه صعيبه، ماشي ما سهلاش بالنسبه للناس اللي ما عمرهم دوزوا الغربه. ولكن انا بغيت ننصح هاد الناس هادو انهم ما يشروش هاد لي كونطرا هادو، والناس ما تحاول ما الله يديهم هاد الناس اللي يتفلوا على عباد الله ويضحكوا عليهم ويديو لهم فلوسهم تتمنعوا انت هما الله يهديهم وصافي. الناس المهم اللي بغيت نعطيكم انا انفورماسيون انا هي هذه المعلومه، انكم ما تحاولوا ما تمشيوش ما تشريوش دو كونطرا للخارج. بالنسبه لهذا الشيء احنا تنعطيكم هذه الفورماسيون هذو ان شاء الله هنا المستقبل ان شاء الله، الى رجعت الامور كيف ما كانت ان شاء الله، وحيد على رفع علينا الله هذا الوباء وهذا البلاء هذا ان شاء الله، ورجعت الامور كيف ما كانت، ورجعت الخدمه كيف ما كانت، ورجعت الامور كي تقدات. انا والناس اللي بغات تجي انا وتحاول تحاول تكون عندها واحد صيغه التواصل مع شي شخص هنايا في الامارات، على كون عندها شخص هنا في الامارات، صديق من العائله من هذا، المهم تحاول يكون عندها واحد وصل حاله توصل هنايا، تواصل مع شي شخص هنايا. هذا الشخص هو هذا غادي دير فيزا، دير فيزا توريست. كاينه الفيزا توريست راه سهله، ما ساعه ما صعيباش، ما تتقابش بثمن غالي، راه رخيصه تقريبا. ان شاء الله غادي نجيب لكم دي فورماسيون اكثر، وغادي نعطيكم الاثمنه ديالهم ملي جا جونس. غادي نمشي ندير زاجونس هنايا، اجونس هنايا ديال الوكالات الاسفار، وغادي نسولهم. وانت في المغرب راه تقدر تمشي غير عند اي اجونس في المغرب، راه تقول لي بغيت ندير فيزا توريست للامارات، راه غيديروها لكم. راه الثمن ديالها ساهل رخيص، راه شي 1000 درهم ديال الشهر تقريبا، كاينه ديال الشهر وكاينه ديال 3 شهور. راه ديال 3 شهور تتقام بشي 2000 2500 درهم تقريبا، حوالي هكا. راه ساهله، طريقه سهله، راه دغيا تخرج لك في 15 جوغ تخرج لك الفيزا. الوغ بالنسبه الناس اللي بغات تجي، تجيب فيزا توريست، تجيب فيزا توريست، تجيب معها شويه ديك 3 مليون اللي غتعطي هذاك الشخص باش تشري عنده كونطرا، راه حتى هو تيدير لك فيها غير فيزا توريست وتيجي وتيخليك هنا منشور. علاش ما ديرها لراسك انت؟ راه داكشي راه ما تيديرش لك هو اقامه، ولا تيدير لك، راه تيعطي ياخذ لك الفلوس، يدير لك فيزا توريست ديال 3 شهور، تيخليك هنا تيجي تنشر هنا وتيهرب وتيدير لك الفلوس هذا. علاش هاد الطريقه هادي انت ما تعطي الفلوس لواحد اخر، ديرها لراسك نتايا. انا غادي نعطيك كيفاش الطريقه اللي غادير، كيفاش غاديرها وديرها لراسك انت. غتشد اخويا هاد الفلوس هادو اللي غادي 3 مليون اللي غتعطيها لهداك، غادي تمشي تقاد بها فيزا 1000 درهم ولا حتى 2500 درهم، غادي تقطع بها تيكي الطياره، غتجي داك الشخص اللي قلت لك غتواصل معاه يكون تتعرفوه هنايا ياك، غادي تجي غادي تاخذ واحد البارتيشن، ولا تاخذ واحد بيت سبيس. يعني بيت سبيس هي شنو هي بيت سبيس؟ يعني واحد تيكون شومبر فيها ناموسيات بزاف في الدري، تاخذ انت ناموسيه وحده، تتكري ناموسيه. الو غادي تكري ناموسيه ديالك واحد الشهر ولا شهرين، المهم تسبق بعد واحد الشهر، وغادي تخرج اخويا وتقلب على راسك كيما تيقلبوا الناس على راسهم. غتكون قاد ديجا السيفيات ديالك، السيفيات ديالك ديجا تكون قادهم في المغرب، تكون ابريميوم، تكون عندك في لي زيميل
لانه كاين هنا بزاف بزاف هنا تيتعاملوا بلي زيمايل، تجي لهنايا تتقلب على الشركات وهذا، تيقول لك تعطوك الايميل ديالهم، تقول لك صيفط لنا السي في ديالك بار ايميل، قليل اللي تاخذ عندك السي في. واكثريه اكثريه بزاف تيتعاملوا بالايميلات هنايا بزاف، مابقوش تياخذوا السي فيات. الوغ السي في ديالك يكون ديجا مكاد مزيان. الوغ هادو هما المعلومات، وزيد عليها لونغلي انجلش، لا ضروريه ضروريه اللغه الانجليزيه تكون عندك. الوغ انت مادام تفكر انك باغي تمشي للخليج، قبل ما تمشي داك الشهر ولا شهرين اللي غادي تبريباري فيهم راسك، غادي تمشي تتعلم لونغلي. واخا تعلمها اخويا غير لي باز، لي باز ديالك اللي غادي لي الدومين ديالك اللي غادي تخدم فيه. الوغ الدومين ديال ريستوراسيون مثلا غادي نخدم فيها، غنتعلم انا دوك لي باز، دوك داكشي اللي غنستعمل انا في الدومين ديال ريستوراسيون. الوغ عندي مثلا شي خدمه اخرى، شي حرفه اخرى، غادي نتعلم دوك لي باز ديال الحرفه ديالي، غنتعلم دوك الجمل دوك الكلمات اللي كاينين في الحرفه ديالي. الوغ المهم تعلم غير لي باز، بعدا لا باز بعدا هي الاولى باش تاخذ واحد الفكره انك في لونغلي، تكون عندك بعدا لونغلي واحد الباكاج شويه في لونغلي، وتجي هنايا ديك الساعات من تقلب على خدمه غادي ضروري يحتاجوا لونغلي باش تخدم بها، وديك الساعه غادي تطورها مع الوقت. حتى واحد ما تيتزاد معلم، حتى واحد ما تيتزاد مكاش مو معلم، اي واحد تيخصو يتعلم، ما كاينش يكذب عليك شي واحد يقول لك انا معلم، داكشي مع الوقت تتعلمو ان شاء الله. طبق هاد الشروط اللي غادي نقول لك انا طبقهم، تكون عندك لونغلي، كاد السي في ديالك مزيان، فيزا كيما قلت لك تكتب فيزا توريست تجي لهنايا تاخذ بيت سبيس ديالك هنايا. الوغ دي فورماسيون هادو الا ما عندك شي شخص هنايا، الا ما عندك شي شخص هنايا تتعرفو، هادي في حالة الا ما لقيتي حتى شي واحد تتعرفو هنا في الامارات، تتريزيرفي اوتيل، تمشي تدخل البوكين تختار، تمشي تدخل البوكين تختار لي زوتيل، تشوف ارخص اوتيل تدخل ليه. ما يهمكش نتايا فين غتبات، تهمك نتايا انك تقلب على راسك. من غادي يجي لهنايا غادي تبات في اوتيل رخيص، غادي تلقى دي زوتيل رخاص غتجلس فيهم. من فين غتوصل لهنايا غادي تبدا تعرف على الناس، غادي تبدا تعرف على الناس، تعرف على هذا، تعرف على هذا، تعرف على هذا، واحد واحد غيديك لواحد. غاتجي غير لهنايا، غير تدخل من المطار، غتوصل تدخل دبي الامارات، راه غادي تبدا تسول الناس، غتلاقى مع العرب بزاف. انا كاينين المغاربه، كاينين الجزائريين، كاينين التوانسه، كاينين المصريين، كاينين السوريين، كاين بزاف الجنسيات اللي تتواجد هنايا، كاين اوروبا الشرقيه، كاين بزاف ديال الناس اللي تتواجدوا هنايا. الوغ انت غادي تجي، غادي تدخل، غادي تسول، غتسول اي واحد غادي تسولو، تقول له خويا عفاك انا بغيت نكري، بغيت نلقى واش تعاوني، تعرف شي حد، تعرف شي حد بغي تكري، غادي اي واحد غادي يديك. غتمشي غير اي عماره مشيتي لها، اي عماره مشيتي لها تسول غير لا سيكوريتي ديالها عند الباب، تقول لي خويا، تقول لي راه بغيت نكري، راه غادي يقول لك، غادي يعطيك لي فورماسيون، غادي يعطيك شكون هو اللي تيكري في دوك العمارات، غيعطيك ضروري غادي تعاون راسك، غادي تلقى الحل ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. الو خصك غير العزيمه والاراده وتكون قوي وتستمر. الو الاخوان كما تنقول لكم، انا تنتمنوا ان هو المعلومات تعجبكم ان شاء الله، وان شاء الله ديما غادي ندلوح لكم دي فورماسيون، ندلوح لكم دي معلومات. واي واحد بغى يستفسر خلي لي كومونتير، اي حاجه بغيتو تعرفوها، بغيتو تعرفوا على الامارات، بغيتو تعرفوا شي معلومات شي حاجه، سولوني، خلو لي كومونتير وسولوني، ونتواصل معكم ان شاء الله. اي حاجه بغيتوها، اي حاجه، وانا ان شاء الله ما عرفتوش نسيت شي حاجه ولا شي حاجه، المهم انا ديريكت مو موجود هذا الفيديو صورته ديريكت، وبغيت كونتنتوما ان شاء الله. اي حاجه شي حاجه عرفتوها خليوها لي. الا ما عرفتش انا براسي ما عرفتش شي حاجه، وكان شي واحد فيكم تيشاهدني وعارف شي فورماسيون اكثر، يخليها لي في الكومونتير. الو بالنسبه انا تنتمنى لكم الخير والنجاح والتوفيق ان شاء الله، تنتمنى لكم الله يوفقكم ويوفق الجميع ان شاء الله. اي واحد تيتمنى شي حاجه في حياته الله يسهل عليه. تنتمنى لكم غير الخير ان شاء الله، وبغيتكم تكونوا قويين وتنوضوا وتكافحوا ان شاء الله، وما يكون غير الخير ان شاء الله، ما تيأسوش وان شاء الله يكون الخير، والله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء ان شاء الله. تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ترجع الامور كيف ما كانت ان شاء الله في الاول، وكل واحد يرجع عند العائله ديالو، كل واحد كل شيء يتحل ان شاء الله، الامور الوضعيه ترجع في البلاد كيف ما كانت في الاول كامله. والله يسهل عليكم الاخوان. بافوالا تنتمنى يعجبكم الفيديو، قبل ما يعجبكم الفيديو ديروا لي جيم وبارطاجوا مع الزمي ديالكم حتى هما اللي مازال ما شافوش هذا الفيديو هذا. بافوالا، تشاو.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here.